بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم قد اشتمل على أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. إن هذه الآية العظيمة لهي بحق آية أسرار ومشكاة أنوار، تشع على القلوب وتبهر الأبصار، فقد تضمنت لوحدها 18 اسما لله تعالى ما بين ظاهر ومضمر، واشتملت على 10 جمل كلها ناطقة بوحدانيته سبحانه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته التي تدل على كمال ذاته وقيوميته وتجلي عظمته وانبلاج قدرته واستغراق ملكه وسعة علمه سبحانه. ومن ثم يظل ضمير المسلم مرتبطا بالله الواحد الأحد الذي يصرف أمره وأمر كل شيء حوله، ويعلم ما بين يديه وما خلفه، وما يحيط به مما هو ماض وما هو آت. ومهما على الإنسان في هذه الأرض وطغى، فإنه لن يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم. منهاج عقدي شامل وبرنامج تربوي كامل مكنون في آية واحدة، ولهذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلاوتها في أورادنا وأذكارنا في ليلنا ونهارنا ودبر صلواتنا وإذا أوينا إلى فرشنا، فإن من تحصن بمقامها وقرأها من أولها حتى يختمها لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان، كما صح في الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما سؤالنا لهذا اليوم فيقول: صح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. أحد هذه المواضع هو آية الكرسي، فما هي صيغة الاسم الأعظم التي تكررت في المواضع الثلاث؟ نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.